السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: أنا أريد أن أعمل جواز سفر في بلد مشرقي والمنظومة عندنا مقفولة، شبه مستحيل أن أحد يستطيع أن يستخرج جواز سفر، لكن دائما ثمة مخرج، موظفون يأخذون مبلغا من المال ويخلصوا كل حاجة. وأنا فعلا محتاج للجواز جدا، أنا عندي 21 سنة ولسه مضاف إلى جواز الوالد، فأفتني في أمري ماذا أفعل؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الأصل تحريم الرشوة، الأصل القاعدة المضطردة تحريم الرشوة وكونها من الكبائر، لما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لكن الرشوة عندما تتعين طريقا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فإنها تكون رخصة لمن بذلها وحراما لمن قبلها. ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم إلا نار. قال عمر: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل. تقي الدين السكري يقول: والمراد بالرشوة ما يعطى لدفع حق أو تحصيل باطل، أما إن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها، وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه.